على بساط رقم 1 لميزان 42 كيلو. يكون عن البساط هنا وزن 57 كيلو جرام آنسات أو فتيات نور فوزي من مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة مصر في مواجهة رحمة محمد سعد من المشروع القومي للموهبة الرياضية. بداية المباراة مباراة مصرية خالصة ما بين لاعبة تنمية مركز تنمية التنمية الشبابية باستاد المنصورة رحمة محمد نور فوزي عفوا ورحمة محمد لعبة المشروع. وهنا في حركة بامتياز واعتقد في تثبيت 10 ثواني تخلص بوزاري 20 ثانية ايبون لكن لازم تكون على الضهر كده. كم ثانية هنشوف كم ثانية خلاص تنتهي المباراة بإيبون. إيبون تنهي المباراة. يستعد للمباراة القادمة على بساط رقم 2 رحمة السيد رحمة محمد سعد لاعبة المشروع القومي تنهي المباراة بإيبون بالتثبيت. المباراة اللي جاية في وزن 57 كيلو جرام آنسات أيضا سلمى عبد المنعم نادي الحوار المصري طبعا نادي الحوار بالداهلية وهاجر بومعزة من النادي الرياضي للفنون القتالية بالجزائر. النادي الرياضي الهوي للفنون القتالية الجزائر. سلمى عبد المنعم من نادي الحوار وهاجر بمعزة من الجزائر. محاولة هنا من سلمى سلمى عبد المنعم بالحزام البني شايفينها قدامنا دي وهاجر من الجزائر بالحزام الأزرق. هنا بدون اي احتساب مرة تانية محاولات من لاعبة الجزائر هاجر بومعزة وسلمى عبد المنعم من مصر. هنا هتاخد انذار بالتأكيد هنا في شيدو على اللاعبتين لان مفيش كوميكاتا مفيش مسك للبدله مفيش محاولات هجوميه فالاثنين في وضعيه سلبيه. 10 ثواني بيعطي حكم البساط الشيدو او الانذار. حاول هنا من هاجر ولكن تقلب الحركه عفوا من سلمى تقلب الحركه هاجر هيكون في متيه لسه شيدوا على كل لاعبة انذار للاعبتين لازم يكون في فعالية هجومية اكتر من كده. ثلاث مرات في محاولات هنا من سلمى عبد المنعم عايزة تاخد نفس الحركة تاخد شناجي ثلاث مرات ورا بعض وما بتنجحش. لازم تغير بقى هنا لازم تغير يعني الاسلوب الهجومي شوي. سلمى عبد المنعم لاعبة نادي الحوار
نادي الحوار طبعا تابع لمحافظه الدقهليه. اعتقد في شيدو، اعتقد في شيدو تاني هنا، شيدو على هاجر ومعزب من الجزائر، وهنا سلمى عبد المنعم. برافو سلمى، عملت كده. اوتسوغاري، ولكن هنشوف الاحتساب. ما تدهاش بسرعه. هنا غيرت، نجحت لما غيرت، ولكن كانت مصره انها نفس الحركه. ايوه بس، ولكن المره دي ها يعني قربت قربت قربت، يعني كانت قربت تاخد السيوناجي، ولكن طبعا ما بتكملهاش ما بتكملهاش. نشوف الشاشه الداخليه كده. سالم عبد المنعم مع خالد وزاري، عملت خالد وزاري في كده اتنين شيدو على هاجر بومازه. هنا طبعا خدت شيدو كده، الاثنين معاهم كل واحده انذارين، ولكن تفوق سلمى عبد المنعم بالوزاري. ديجت الاوسوتوجاري اللي خدتها ما اكتملتش، خدت بيها وزاري. ماتي نطلع تاني، اقل من 15 ثانيه. لازم هنا بقى سلمى تبدا انها في، هنشوف القرار، في قرار لما فيش قرار. لازم تضيع الثواني اللي جايه دي سلمى، لازم تضيع الثواني اللي جايه علشان تصعد للدور نصف النهائي. خلصت المباراه، سلمى عبد المنعم تفوز بالمباراة وتصعد للدور نصف النهائي. دي وزن 57 كيلو جرام انسات، هتواجه رحمة محمد سعد من المشروع القومي في الدور نصف النهائي. المباراة اللي جاية هتكون ثروة جمال من نادي الرواد المصري مع نور الهدى إدر من اتحاد جودو حيزر الجزائر، اللي هتفوز في المباراة دي هتوصل لدور نصف النهائي لمواجهة لامار السيد محمد من الاتحاد السكندري مصر. ثروة جمال نادي الرواد، محاولات مع البدايات. ماتي نور الهدى من الجزائر وثروة من مصر، مفيش اي احتساب. محاولات هنا من ثروة جمال، مرة تانية لسه هنا شيدو، انذار على لاعبة الجزائر نور الهدى. ماتي نشوف، وانذار تاني شيدو تاني على لاعبة الجزائر نور الهدى. مرة تانية محاولات، وهنا ثروة جمال خدت الحركة لسه. نور الهدى معاها كده اتنين شيدو لاعبة الجزائر. هنا احتساب شيدو على لاعبة مصر،
لعبة نادي الرواد مصر. هنا ثروة جمال محاولات ولكن ماتي يستعد للمباراة التالية على بساط رقم واحد لميزان 78. محاولات مرة تانية لسه مباراة هجومية هنا، الفعالية الهجومية لصالح اللاعبة المصرية ثروة جمال، ولكن الاثنين عندهم شيدو. كان الحكم البساط كان اشار بشيدو اول وشيدو تاني على لعيبة الجزائر، ولكن على الشاشة موجود شيدو واحد او انذار واحد، وهنا شيدو اخر على لعيبة الجزائر. نور الهدى لميزان 78 كيلو، ايتن جمال الدين الصيد الرياضي مصر، وفاطمة عبد الواحد. محاولات مرة تانية هنا هنشوف، مفيش قرار لسه، مفيش قرار لوزاري. عايزة تقلب كده، عايزة تدخل لي حركة تثبيت ماتي. يستعد لبساط رقم 3 لميزان 50 كيلو، عيسى رضا نادي القادسية الرياضي الكويت، وعلي حافظ نادي هليوبلس مصر. لسه هنشوف الثواني اللي جاية. ثروة جمال لاعبة نادي الرواد المصري، ونور الهدى قدر من اتحاد جود وحيزر من الجزائر. عايزه كده تاخد الحركه، لسه ما بتكملهاش، ما بتمسكش كده البدله، ماسكه الكم كويس، ولكن يعني ما بتمسكش لياقه البدله عشان تقدر، او البدله من اعلى عشان تقدر تتحكم وتعمل عمليه خلل الاتزان. هنا بدا هنا لما مسكت الى حد ما بدات انها تاخد الحركه. هنشوف، لا ما تيجي خلاص، لسه بتحاول ثروه جمال. ثروه جمال هنشوف كده هل تكمل 20 ثانية. ماتي وتخلص، تخلص لاعبة نادي الرواد ثروة جمال وتصعد للدور نصف النهائي. طبعا بالإيبون تثبيت 20 ثانية بتنجح. طبعا هتواجه في الدور نصف النهائي لمار السيد محمد. انتظر انطلاق المباراة القادمة. على بساط رقم 3 لميزان 50 كيلو، عيسى رضا نادي القادسية الرياضي الكويت، وعلي حافظ نادي هليوبلس مصر. على بساط رقم يستعد للمباراة التالية على بساط رقم 1 لميزان 42 كيلو، أحمد مصلحي المشروع القومي للناشئين مصر، وأحمد عدلي نادي هليوبلس مصر. يستعد للمباراة التالية على انتظر المباراة القادمة. نور فوزي من مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة في مواجهة هاجر بومعزة من الجزائر في مباراة الطردية لوزن 57 كيلوغرام أنيسات. نور فوزي بالحزام الأسود، هي بالركن أبيض البدلة البيضاء وركن ازرق وبالحزام الازرق. نور بومعزه من الجزائر،
محاوله هنا، محاوله اخذ الحركه من نور فوزي. مرة تانية محاولات هنا من نور. ماتي. نور الفوزي يعني اقوى في عملية الكاونتر اتاك، بس عايزة سرعة شوية انها تقلب الحركة بسرعة. لاعبة الجزائر طبعا هاجر بومعزة عندها يعني هجومية، ولكن نور يستغل ده بسرعة. ايوه هنا بقى تقلب، لازم تكون اسرع من كده، لازم تكون اسرع من كده. هنا تفوز هاجر بومعزة، نزلت على ظهرها طبعا نور فوزي، عملت الكاونتر اتاك ولكن نزلت على ظهرها طبعا تخسر المباراة. نشوفها تاني كده، نشوف الحركة تاني. كده الحركة طبعا تحتسب للاعبة الجزائرية لانها خدت الحركة ونزلت على ظهرها هي. طبعا دي منافسة الدور نصف النهائي، لا تكسب هتطلع للدور النهائي. رحمة على المشروع القومي، سلمى عبد المنعم نادي الحوار. تقدر انطلاق النزال. رحمة محمد سعد وسلمى عبد المنعم. سلمى عبد المنعم نادي الحوار ورحمة سعيد من المشروع القومي. منافسات الدور نصف النهائي انسات وزن 57 كيلوغرام اشبال. مواجهة مصرية خالصة في وزن 57 كيلوغرام انسات. وعندنا كمان في نفس الوزن لامار السيد في مواجهه سار وجمال، يعني التلات ميداليات مصريات، ولكن هيكون في طرديه في لاعبه الجزائر، هتكون في مواجهه طرديه. محاوله هنا من سلمى عبد المنعم. شوفي رحمة عارفة بقى انها بتاخد على طول، بتدخل بنفس الحركة بالسيوناجي
بدأت تلم ايديها اليمين علشان ما تاخدش من الحركة. عملتها حتى المباراة اللي فاتت. لسه ما فيش فعالية هجومية اكيدة من اللاعبتين. هنشوف رحمة وسلمى. هنا في المباراة دي بقى الفايز يقول له مبروك والخسران نقول له ارد لك. يعني مباراة مصرية بطلات مصر استقبل طبعا في الجودو النسائي. محاولات بنفس الطريقة من سلمى ولكن بتحاول رحمة هنا بتقلب الحركة. لسه رحمة وسلمى في مواجهة قوية. محاولات هنا من سلمى ولكن بدون فاعلية أكيدة. بنفس الطريقة لازم تغير شوية، لازم تغير شوية. سلمى عبد المنعم محاولات لسه مستمرة. عندها كده اتنين شيدو. سلمى يعني عندها انذارين، انذارين على سلمى عبد المنعم. لو فضلت بنفس الوضع ده هتخسر المباراة. في شي خلاص خلصت المباراة، خلصت المباراة هنا. يعني طبعا زعلانة، زعلانة كده سلمى. المباراة اللي جاية اعزائي المشاهدين ثروة جمال من نادي الرواد و لامار السيد الاتحاد السكندري. مباراة نصف النهائي ايضا في نفس الوزن، وزن 57 كيلو جرام انسات. لامار السيد وثروة جمال منافسات. هنا الفائزة طبعا هتصل للدور النهائي او المباراة النهائية. لامار السيد يستعد للمباراة القادمة. اللي شايفينها قدامنا دي لاعبة الاتحاد السكندري ثروة جمال اللي لابسة حزام ازرق، وباسل الهادي. محاولات هنا من لاعبة الاتحاد السكندري. لامار السيد محاولة هنا من لامار. محاولة هنا قلب الحركة من ثروة جمال. في هنا خدت شيدو او انذار لاعبة ثروة جمال.
لاعبة نادي أرود. محاولات مستمرة هنا. اثنين كده، اثنين شيدو او انذارين على لاعبة ثروة جمال. تفوق الان للامار السيد بالانذارين اللي واخدهم لاعبة نادي الرواد ثروة جمال. محاولات مرة ثانية من لامار، حاول تاخذ حركة هنا من ثروة جمال، عايزة تعمل تقلب كده وتاخد حركة تثبيت، ولكن لسه عضعية دفاعية هنا من لامار، عاملة وضعية دفاعية، عاملة جيكوتاي كويسة لامار السيد. يستعد اللبوسات رقم واحد على الدين الصحراوي من الجزائر وسيف الشافعي. حاولات هنا من ثروة للتعويض، تعويض الانذارين اللي هي واخداهم طبعا، يعني لو ما عوضتش تخسر المباراة، تعوض بيه بقى بوزاري، يعني لو عوضت، لو جابت وزاري يبقى هي في التقدم. عاد تنازل لاخر 30 ثانية. تحذير شفوي للمدرب. محاولة هنا من لامار. لسه الى الان التفوق للامار، وخلصتها لامار. لامار السيد تخلص وتفوز بالمباراة وتصعد للمباراة النهائية. كده لامار السيد في النهائي في مواجهة رحمة محمد سعد في وزن 57 كيلوغرام. المباراة اللي جاية نفسات الميدالية البرونزية لوزن 38 كيلوغرام ياسين عاصم نادي هليوبلس باسل هادي المؤسسة العسكرية. وسيف الشافعي من نادي هليوبلس. بداية ثروة جمال وهاجر بومعزة مصر والجزائر. حاول هنا من ثروة ولكن بدون فاعلية. محاولات مرة ثانية ثروة جمال وهاجر. محاولة هنا من ثروة حلوة، سلام يا ثروة، تثبت كده ال 20 ثانية خلاص يبقى يبون وتنتهي المباراة وتحصل على الميدالية البرونزية. لازم تثبيت 20 ثانية، 10 ثواني بس يبقى وزاري، 20 يبقى ايبون، خلاص ثروة جمال تحصل على الميدالية البرونزية. ثروة جمال ميدالية برونزية. المواجهة اللي جاية نور الهدى
قدر من الجزائر، وسلمى عبد المنعم من نادي الحوار على ميدالية برونزية ايضا في نفس الوزن. شوف مسكت الدراع حلو، مسكت الايد كويس، مسكت الدراع بامتياز، ثبتت وتفوز بالميدالية البرونزية. النزال القادم في مواجهات الميدالية البرونزية ايضا في وزن او في نفس الوزن 57 كيلوغرام، نور الهدى من الجزائر في مواجهة سلمى عبد المنعم نادي الحوار مصر. سلمى عبد المنعم نادي الحوار مصر ونور الهدى من اتحاد الجودو الجزائر. 10 ثواني كده بدون اخذ الكوميكاتا، هيكون في كده شيدو وشيدو، انذار وانذار. محاولة هنا من سلمى، تلف بقى كويس، تمسك الدراع كويس وتلف، لازم تلف كويس، لكن هتخرج منها، خرجت منها نور الهدى. لسه المواجهة عملت حركة حلوة قوي، لكن كان عايز السرعة شوية سلمى، وحلوة يا سلمى، برافو، عملتها بسرعة المرة دي. هنا بقى لازم تلف عشان تكون نور الهدى على منطقة الدار هنا وتثبت، ولكن تطلع منها. فعالية هجومية لسلمى عبد المنعم. مرة تانية هنشوف محاولات هنا من سلمى، مرة تانية عايزة تاخد الحركة مرة تانية، ولكن تقلب الحركة هنا نور الهدى. نفسات الميدالية البرونزية لوزن 57 كيلوغرام انسات. هنا بتحاول تقلب، برافو سلمى، ولكن ماتي نرجع تاني. فعالية هجومية
حلوه الى الان يعني لسه، بس عايزه اكتر. تحاول بنفس الطريقه ولكن هنا نور الهدى تقلب الحركه. حاول التثبيت هنا، تحاول تطلع منها ولكن طبعا خلاص يعني كده بقى كده يعني تطلع الحركه. 10 ثواني وزاري، 20 ثانيه ايبون، واعتقد ان كده مسكت الحركة كويس، مسكت التثبيت كويس نور الهدى وتفوز بالميدالية البرونزية. ميدالية برونزية للاعبة الجزائرية نور الهدى. شوف المباراة القادمة. وزن 38 كيلو جرام، منافسة الميدالية الذهبية. ما بين علاء الدين من الجزائر وسيف الشافعي من هليوبوليس مصر. علاء الدين صحراوي، جمعية الرياضة للجيل الصاعد الجزائر، سيف الشافعي نادي هليوبوليس. مباراة هتكون قوية ما بين سيف الشافعي و علاء الدين صحراوي. الدين صحراوي لاعب قوي جدا، لاعب سريع، يعني بصراحة من اللاعبين اللي لفتوا نظري إلى الآن في البطولة خصوصا في الوزن ده. سيف الشافعي لاعب جامد، لاعب سريع. هنشوف مباراة حلوة. سلسبيل أبو الحمد المشروع القومي المصري للناشئين، وإناس ترمول من اتحاد اتحاد جودو الجزائر. تظهر انطلاق المباراة القادمة طبعا في الأدوار. بالنسبة للفتيات هتكون دوري، هيكون منافسات تحت 40 كيلو جرام، هو دوري لان موجود ثلاث لاعبات، موجود روان محمدي وسلسبيل ابو الحمد وايناس ترمول. تعامل دوري ما بين الثلاث لاعبات، واللي تفوز بمباراتين خلاص تاخد الميداليه الذهبيه. سعد هنا سلسبيل ابو الحمد مشروع قومي مصر، وايناس ترمول من الجزائر. بدايه قويه للمباراه، وزن 40 كيلو جرام. مشاري مرزوق نادي الكويت الكويتي، وجابر كمال نادي. محاولات هنا من لاعبه الجزائر، وهنا سلسبيل. هنا حاولة كانت قوية، تاخد حركة قوية هنا لعيبة الجزائر، ولكن لسه ما فيش احتساب. بدون أي احتساب إلى الآن، ومحاولة هنا من سلسبيل لقلب الحركة، ولكن تاخد وضعية دفاعية، تاخد الجيكوتاي هنا لعيبة الجزائر. ماتي نرجع تاني. محاولات هنا من سلسبيل مرة ثانية. ولكن اللعيبة الجزائرية قوية في الكاونتر اتاك، في رد أو الهجوم المضاد. قافلة ديفنس كويس. يستعد للمباراة التالية على بساط رقم 2 لميزان 66. مرة ثانية محاولات هنا ابراهيم
مباراة قوية، مباراة قوية، ولكن محاولات هنا هنا هتحاول تتعامل التثبيت لاعبة الجزائر، ولكن تطلع منها سلسبيل عندها وزاري، سلسبيل أبو الحمد لاعبة المشروع القومي عندها وزاري إلى الآن، يستعد لرقم، تحاول مرة ثانية، وهنا هنا سلسبيل لو وزاري تاني خلاص تنتهي، وانتهت المباراة، تفوز سلسبيل أبو الحمد. وجبريل عبد العزيز ولا هنشوف هنا لا فازت، قلبت الحركة هنا لاعبة الجزائر وتفوز بالإيبون. تفوز لاعبة الجزائر إيبون. كانت النتيجة وزاري لوزاري، خدت هي الحركة. لبساط رقم 2 لميزان 36 كيلو، المباراة النهائية بين سما رمضان نادي الصيد الرياضي المحلة الكبرى مصر وسامية محمود المشروع القومي للناشئين ألف مصر. النزال القادم في نهائي وزن 36 كيلوغرام للأنسات، سما رمضان من نادي الصيد بالمحلة الكبرى وسامية محمود من المشروع القومي ألف، مشروع قومي للناشئين والموهبة الرياضية واللي بينتج أبطال كل يوم سواء في الجودو أو في الألعاب الأخرى. سامية محمود بالبدلة الزرقاء و سما رمضان بالبدلة البيضاء. محاولات هنا سامية محمود وسما رمضان. الله 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 الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، بدأنا نشوف بقى المهارات والحركات. وإيبون سما رمضان، سما رمضان تفوز بالمباراة بالإيبون. كانت وزاري، لا حسبوها وزاري، على الشاشة نزلت إيبون 10 يعني إيبون، ولكن نستأنف وزاري لسامة رمضان. هنشوف سامية محمود في محاولة هنا، ولا بترد بنفس الحركة، بنفس الحركة. واه يا الله، شوف مباراة ما كملتش 30 ثانية شفنا فيها النتيجة، لا ما اتحسبتش حتى وزاري، غريبة. أنا بقى طبعا بناخد النتيجة من على الشاشة الداخلية، بس دي كانت أقل حاجة وزاري لسامية محمود لاعبة المشروع القومي. هنشوف كده لسه ده. شوف بقى الأوزان الخفيفة، المتعة، المتعة في الأوزان الخفيفة، الحركة والخفة والرشاقة والمرونة. وهنا سما رمضان، هنا سامية محمود نزل على الشاشة إيبون، نزل على الشاشة إيبون، ولكن وزاري، وزاري بوزاري، ويعني كده كل لعيبه معاها وزاري. مباراه متكافئه، محاوله مره تانيه، ماتي نرجع تاني لوضعية الصراع من اعلى. هنشوف محاولة مرة تانية، بس الأجمل في المباراة دي إن كل كوميكاتا في حركة بعدها على طول، كل ماسكة في حركة بعدها. دي متعة الجودو بقى، متعة الجودو الحركات والرميات. هنشوف سما وسامية، سما وسامية محاولة مرة تانية، مستمرة المحاولات لأخذ الحركات. لسه بدري، لسه بدري. هنا محاولة ممتازة من سامية محمود ومحاولة السيطرة هنا. شوف ماسكة الكم بشكل جيد،
تحتسب هنا خلاص وزاري 10 ثواني تثبيت وتنهي المباراة وتفوز بالمباراة سما او سامية محمود عفوا سامية محمود كان عندها وزاري عامل التثبيت 10 ثواني كده تاخد هنا وزاري كمان وتفوز بالميدالية الذهبية والميدالية الفضية لسما رمضان. النزال القادم هيكون في وزن 66 كيلو جرام علي الرملي من نادي الشمس مصر وعلي حسين الجدي من نادي الصليبخات الكويتي. مبروك علي الرملي ميدالية ذهبية. المباراة اللي جاية إن شاء الله كده مع وزن 48 كيلو جرام للأنيسات شروق عبد الوهاب من المشروع القومي ألف مصر وهدى محمد من المشروع القومي ألف برضو. يعني الميدالية الذهبية بتاعتنا بتاعت مصر لمصر ميدالية ذهب والفضة والميداليتين للمشروع القومي ل الناشئين شروق عبد الوهاب وهدى محمد. نهائي وزن 48 كيلو جرام. على بساط رقم 2 نهائي وزن 48 كيلو شروق عبد الوهاب المشروع القومي للناشئين ألف وهدى محمد المشروع القومي للناشئين ألف. شوف بقى الروح الجميلة داخلين مع بعض هما الاثنين طبعا يعني لاعبين نادي واحد وطبعا مصريتان جميلتان بطلتان شروق وهدى. اتمنى نشوف مباراة حلوة كده ونشوف فنيات الجودو. مصر مصر شروق وهدى مش مصر والكويت عشان على الشاشه مكتوب مصر يعني في على الجرافيك مصر والكويت لا هي مصر مصر. نستعد لانطلاق النزال نزال وزن 48 كيلو جرام نهائي 48 كيلو جرام شروق عبد الوهاب وهدى محمد لاعبتان مصريتان من المشروع القومي للناشئين. في انتظار انطلاق المباراة او النزال ان اصح التعبير هو النزال وليست مباراة. مباراة تكون مباريات كرة السلة وكرة الطائرة و كرة اليد ولكن في الألعاب النزالية يسمى نزال. الاستعداد شروق وهدى مصر مصر المشروع القومي المشروع القومي. النتيجة لمين؟ المهم نستمتع بالمباراة. بداية هنا من شروق محاولة شروق طبعا بالبدلة البيضاء وهدى بالبدلة الزرقاء. محاولة هنا من شروق مرة تانية تقلب حركة حلوة كده عايزة تدخل كده الصوت جري ولكن تطلع منها هدى مرة تانية الكوميكاتا نزول هنشوف وهنا محاولة في الصراع السفلي احمد الجندي مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة مصر وكريم عباس مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة مصر مرة تانية شروق عبد الوهاب وهو ده يعني محاولة الدخول هنا مرة تانية من شروق على بيتها حركة تثبيت حركة تثبيت اوسيو كومي
اوسيكومي من هدى. هدى تعمل اوسيكومي خلاص لو عدت العشرين ثانية انتهت المباراة. 10 ثواني لو طلعت شروق يبقى خلاص يعني هي خلاص حركة تثبيت وايبون ونهاية النزال بفوز البطلة هدى. وهنا اشوف المدربين، مدربين طبعا المشروع القومي، وذهبية لهدى وفضية لشروق. هدى محمد ميدالية ذهبية، شروق عبد الوهاب ميدالية فضية، لاعبتي المشروع القومي. لميزان 73 كيلو أحمد الجندي مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة مصر. نهائي وزن 73 كيلوغرام. النزال القادم نهائي 73 كيلوغرام، أحمد الجندي من مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة مصر، وكريم عباس ايضا من مركز التنميه الشبابيه باستاد المنصوره مصر ايضا. يعني ميداليه ذهب وفضه لمصر ولمركز التنميه الشبابيه باستاد المنصوره.